انت يا حافظ ولغايه فين؟ ابعدي ولادك عن ولادي يا زينب. بنت وقعت يا باشمهندس. خطتك ماشيه مظبوط. خدت حقه وماله ما كفاكش. يا ما عملوا فينا ويا ما لسه هيعملوا فينا. ابعد عنه. الله لا يسيئك. يا رب. ترك عهد عليا لحد ما اموت. كل اللي هنوصح. لسه متصور ان انا ناهد بنتك بتاعت زمان؟ انا هندهلك الشغالين يشيلوك ويرموكي برا. مش هخلي اي حد يقول علينا تربيه واحده ست. تربيه الست اللي مش عاجباك يا ابن زينب. الشهد والدموع الجزء الثاني من الاحد الى الخميس 10:00 صباحا على قناه مصر الاولى.